مرحبا، مساء الخير. ندخل اليوم غمار المحاضرة الرابعة والأخيرة حول فلسفة هيجل السياسية والتاريخية، والتي سنتطرق فيها إلى المفاهيم التالية: وسائل الروح، وجود الروح في الدولة، ثم محرك التاريخ في فلسفات هيجل. كنا قد عالجنا في البداية أو في الجزء الأول من هذه السلسلة من المحاضرات الأشكال المتعددة للتاريخ، ثم في الجزء الثاني حاولنا أن نقتحم شيئا فشيئا المجال المفاهيمي الهيجلي لفلسفات التاريخ، وأقصد هنا يعني مفاهيم من قبيل العناية الإلهية، مفهوم التقدم، مفهوم الوعي بالحرية إلى آخره. ثم في المحاضرة الثالثة عالجنا مفهوم يعني جوهر التاريخ، واليوم سندخل في المحاضرة الرابعة والأخيرة والتي ستضعنا مباشرة في قلب مفهوم هيجل للدولة، وكذلك ستهيئ لنا الأرضية لمعالجة مشكلة التاريخ في كتابات ماركس الشاب. إذن نبدأ مما أسماه هيجل وسائل الروح، ونبدأ كذلك مما انتهينا إليه في الحلقة السابقة. قلنا فيما مضى في الجزء السابق أن غاية التاريخ تكمن عند هيجل في الوعي بجوهر الروح أي الحرية. إذن la fin de l'histoire, la liberté. غاية التاريخ تكمن في الوعي بجوهر الروح، وجوهر الروح هذا هو مفهوم الحرية. إذن هنا تطرح المفارقة التالية: كيف السبيل إلى تحقيق غاية التاريخ؟ معناه الحرية. فمن جهة وجود تضاد، وجود تناقض بين غاية التاريخ والواقع الفعلي لمحتوى هذه الغاية، بمعنى الفعل الإنساني l'action humaine. هناك تناقض ما بين غاية التاريخ من جهة وكذلك الواقع الفعلي للفعل الإنساني. كيف السبيل إذن إلى تحقيق غاية التاريخ والتي هي الحرية في ظل وجود هذا التناقض القائم بين الفعل الإنساني وغاية التاريخ؟ إذن كيف يحل هيجل هذا التضاد وهذه المفارقة؟ إن وسائل الروح تستوعب ظواهر التاريخ نفسه، فغاية التاريخ الداخلية والتي لا ترى بالنسبة إلى هيجل توظف وسائل خارجية، وهذه الأخيرة على عكس الأولى ترى، وهذه الأخيرة يسميها هيجل العواطف والمصالح الإنسانية، والتي تتخذ شكل الينابيع الأولى أو المبدأ المحرك للتاريخ. بالنسبة إلى هيجل هناك غاية التاريخ وهي الداخلية التي لا ترى، هذه الغاية الداخلية توظف العواطف الإنسانية والفعل الإنساني لتحقيق غايتها. كيف ذلك؟ وبالتالي فبالنسبة إلى هيجل حاجات الإنسان وعواطفه هي التي تحقق المبدأ أي الحرية. هنا نص لهيجل: deux éléments interviennent dans notre sujet. L'un est l'idée, l'autre les passions humaines. هنا عنصرين يتدخلان في هذا الموضوع. العنصر الأول هو الفكرة، واللي غادي نشوفه من بعد، هي التي تتسم بطابع العام،
والعنصر الثاني هو العواطف الإنسانية، les passions humaines. العواطف الإنسانية هو الذي يتسم بطابع الخاص أو الذاتي. L'un est la chaîne, واحد هو السلسلة، والثاني هو la trame du grand tapis qui constitue l'histoire universelle étendue devant nous. إذن توجد من جهة الفكرة اللي هي كتقوم بالدور السلسلة، وتوجد كذلك العواطف الإنسانية التي تقوم بدور la trame للتاريخ الكوني. أما وحدة الفكرة مع المصلحة الخاصة، يعني كيف تتحد أو كيف تتحد هذه المصلحة الخاصة اللي هي اللي كيدخل فيها والتي يدخل ضمن نطاقها ما هو ذاتي وما هو خاص بمعنى الإرادة الجزئية، كيف تتحقق هذه الوحدة مع الفكرة التي تمثل العام؟ تتحقق بالنسبة إلى هيجل في مفهوم الدولة، طبعا بعد صراع مرير بين المصالح الخاصة. إذن الحاجة le besoin بالإضافة إلى نشاط المصلحة يحققان دون دراية غاية التاريخ. إذن غاية التاريخ تتحقق عند هيجل من خلال الحاجة الإنسانية، من خلال نشاط الإنساني والمصلحة الإنسانية يحققان دون دراية غاية التاريخ التي هي تحقيق مبدأ الحرية في ظل الدولة. هنا نص لهيجل كذلك من نفس الكتاب محاضرات في فلسفة التاريخ، صفحة 32 من الطبعة الفرنسية. Les activités vivantes des individus et des peuples, en cherchant et satisfaisant leur être, sont aussi moyens et instruments d'une chose plus élevée et plus vaste qu'ils ignorent et accomplissent inconsciemment. بمعنى الأنشطة الحيوية التي يقوم بها الأفراد والشعوب والتي يبحثون من خلالها إلى يعني الاكتفاء أو إلى تلبية رغباتهم الذاتية والخاصة، هي كذلك وسائل لتحقيق غايات أكثر رقيا أكثر ارتفاعا والتي تتحقق بدون دراية هؤلاء الناس وبدون وعيهم، يعني تتحقق بطريقة غير واعية، بمعنى أن الإنسان يكون يسعى وراء غاياته الذاتية والخاصة ولكنه دون أن يدري يحقق غايات التاريخ الأسمى، معنى وهي هذه الغاية هي الحرية. فالعام لو جينيرال يكون متحددا ضمن الغايات الخاصة ويتحقق بها. إذن هنا مشكلة، كيف يتمكن الإنسان وهو في سعيه نحو غايته الذاتية الخاصة من تحقيق الغاية العامة؟ هنا ندخل في سؤال آخر، في السؤال في الإشكال الأول الذي واجهنا كنا نبحث عن كيف تتحقق غاية التاريخ، أجابنا هيجل عن ذلك. الآن سنحاول أن نستوعب كيف يتمكن الإنسان وهو في سعيه نحو ما هو ذاتي وما هو خاص وما هو جزئي أن يحقق ما هو عام وما هو كوني. هذا هو الإشكال الذي سنعالجه الآن. هنا نجد هيجل يقدم تحليل لما سماه الفيرشتيلونغ، مكر العقل. فيرشتيلونغ هو مكر العقل في الفعل من خلال أثر طبيعة الفعل نفسها، مما يعني أن ما أسماه هيجل فيرشتيلونغ هو جوهر الفعل نفسه. هذا ما حاول هيجل أن يظهره، بما أن كل فعل إنساني هو يتميز في شتى المجالات بالفيرشتيلونغ، أو جوهره هو فيرشتيلونغ بمعنى مكر العقل. مثلا يقدم نموذج أو مثال بناء منزل، الوسائل الموظفة ضد نفسها، هناك الغاية الداخلية، الوسائل الحديد الماء الحجر النار،
هذه العناصر توظف حسب طبيعتها وتمتزج وتتعاون مع منتوج يحد من فعلها لكي تتحقق يعني عملية بناء المنزل. Les passions se satisfont de façon analogue. Elles se réalisent ainsi que leur fin suivant leur destination naturelle et produisent l'édifice de la société humaine et ayant procuré le pouvoir au droit à l'ordre contre elle-même. بمعنى يقول هيجل أن العواطف الإنسانية والفعل الإنساني يتحقق كذلك بنفس الطريقة التي ضرب بها المثال في عملية بناء المنازل، بمعنى أن هذه العواطف تبحث على تحقيق عن تحقيق غايات ذاتية خاصة جزئية، ولكن هذه الغايات الذاتية الخاصة والجزئية لا يمكن لها أن تحقق إلا في ظل وجود شرط عام، وجود قوة عامة تحد من هذه الذاتية أو من هذه الجزئية أو ترتفع بها إلى مستوى أرقى في النظام، في القانون وفي الدولة. وبالتالي فحينما يحقق الإنسان غايته فهو ينتج أيضا شيئا ما خفيا في الداخل لا يتمكن وعيه من ضبطه. بمعنى هنا الإنسان حينما يسعى نحو غايته الذاتية، نحو غايته الخاصة، نحو غايته الجزئية، يحقق دون أن يعي ذلك غاية أسمى، غاية أرقى، وهي غاية التاريخ. كيف ذلك؟ هنا تساؤل، ولكن ألا يؤذي هذا المنظور الهيجيلي إلى نظرية البروفيدنس للعناية الإلهية، هي النظرية التقليدية للعناية الإلهية، حيث المطلق متعالي على التاريخ؟ طبعا لا. كيف ذلك؟ أولا لأن هيجل هنا حينما يطرح هذا التساؤل يقر بأن المطلق ليس متعالي على التاريخ، وهذا ما يميز هيجل عن نظريات العناية الإلهية التقليدية في مجال التاريخ، هو أن المطلق ليس بمتعالي عن التاريخ. المطلق يكمن في التاريخ نفسه، أي في وجود الروح نفسها، وهذا المطلق هو الدولة. إذن مفهوم الدولة مركزي في هذا السياق، وهنا ننتقل في عند هيجل من مجال التاريخ إلى مجال السياسة. إذن ما علاقة وجود الروح بمفهوم الدولة عند هيجل؟ أولا نظرية هيجل هي تقول ما يلي: المطلق في التاريخ على شكل روح يتحقق في الدولة، بمعنى أن الدولة هي عبارة عن تركيب واقعي للإرادة الخاصة. حينما نقول الإرادة الخاصة نقول العواطف الإنسانية والأفعال الإنسانية مع الفكرة، ولهذا يسميها هيجل سيلونيفرسال اون اكت، هنا مبدأ الكونية في الفعل. الإرادة الذاتية الخاصة بمعنى المصلحة والفعل الإنساني هي المادة التي تمكن من تحقيق الغاية العقلانية، وهذه الإرادة الذاتية الخاصة لها وجهان: أولا إنها تابعة لعواطفها وذاتياتها، ولكن لها حياتها الجوهرية التي تدفعها نحو الالتحام بالفكرة لتكون الكل الأخلاقي مع بمعنى الدولة، حيث الفرد كغاية جزئية ذاتية خاصة إلى آخره يتمتع بالحرية كمعرفة، كإيمان، كإرادة عامة. إذن هذه المصلحة الجزئية الخاصة الذاتية تحقق العام لأن لها
لأنها مدفوعة نحو ذلك، أو لأن لها مصلحة في تحقيق الهام العام لتتمكن من التمتع بالحرية كمعرفة كإرادة وكاعتقاد وإيمان. في مجال الدولة العام يكمن في القوانين. الدولة إذن هي ذلك المطلق الذي يقوم بإنهاء ورفع التناقضات القائمة بين الإرادات الخاصة والذاتية القائمة على المصلحة والعاطفة. هذا هو تعريف هيجل للدولة، مما يعني أن الدولة فوق المصلحة. من هنا نقد هيجل للنظريات النفعية، فجوهر الدولة لا يكمن ضمن مجال الحاجات عند هيجل، وإنما بالارتفاع والرقي عن هذا المجال. الدولة إذن هي وحدة الإرادة العامة بالإرادة الجزئية، وهذا هو أساس الحياة الأخلاقية. أساس الحياة الأخلاقية عند هيجل هو هذا الالتحام الذي يحدث في مجال الدولة بين ما هو خاص العواطف والأفعال الإنسانية وبين ما هو عام أي الفكرة. وهذا ما يسميه هيجل يعني زيتليشكايت، بمعنى الحياة الأخلاقية للدولة. هنا سنقرأ بعض النصوص من الصفحة 46 من محاضرة لوي ألتوسير. هي نصوص لهيجل مأخوذة من الصفحات 41 من كتاب محاضرات في فلسفة التاريخ. إذن l'état unité du vouloir général essentiel ainsi que du vouloir subjectif. الدولة هي وحدة الإرادة العامة مع الإرادة الذاتية. C'est cela qui constitue la Zeitlichkeit. هذا الذي يؤسس يعني مبدأ la Zeitlichkeit هو مبدأ الحياة الأخلاقية. نص ثاني. Dans l'histoire universelle, il ne peut être question que de peuple qui forme un état. في التاريخ الكوني لا يمكن لنا أن نتحدث إلا عن شعوب قامت بتكوين دولة. Un état est la réalisation de la liberté. الدولة هي تحقيق للحرية. C'est-à-dire du but final absolu, بمعنى للغاية النهائية المطلقة التي توجد فقط من أجل نفسها. Toute la valeur qu'a l'homme, toute réalité spirituelle, il ne l'a que grâce à l'État. يعني كل القيمة الأخلاقية للإنسان، القيمة الروحية للإنسان لا يمكن لها أن تتحقق إلا من خارج الدولة. هنا مركزية هذا المفهوم في فلسفة هيجل السياسية والتاريخية. إذن la réalité spirituelle de l'homme, que son être, le rationnel, soit objectif pour lui qui sait, qu'il est pour lui une existence objective immédiate, ainsi seulement l'homme est conscience, ainsi seulement il est dans les mœurs, dans la vie légale et morale de l'État. Huna, يعني لا يمكن أن يتحقق الإنسان كواعي وكأخلاق من خارج تحقيق الدولة. لهذا سنرى فيما بعد لماذا أن الشعوب التي لا تتوفر أو لم تتمكن
من تحقيق أو من تكوين الدولة يعتبرها هيجل خارجة عن مجال التاريخ أو في معنى قاعة الانتظار، بين قوسين، بين مزدوجتين، قاعة الانتظار للتاريخ. هنا ندخل مجال مفهوم محرك التاريخ. لحد الآن في هذه السلسلة من المحاضرات درسنا التاريخ من خلال ثلاث مستويات عند هيجل. المستوى الأول هو أننا درسنا التاريخ في غايته، بمعنى بما هو تقدم الوعي بالحرية، ثم من خلال وسائله، معنى الجدل الإنساني ومكر التاريخ، فيرشتيلونغ. ثالثا في وجوده، وجود التاريخ في الدولة، معنى مفهوم الدولة كتحقيق أو كوجود للتاريخ. ولكن إذا كان التاريخ يتجسد في الدول وفي الكليات الفردية لشعوب محددة، ينبغي لنا أن نستوعب كيف تتحرك هذه الكليات، يعني كيف تتحرك هذه الدول. إذا كان التاريخ يتجسد في الدولة، لا بد لنا أن نعرف ما هو المبدأ وما هي العوامل التي تتسبب في تطور الدول، في تحركها من شكل سياسي معين إلى شكل سياسي آخر. إن هذا هو السؤال لنستوعب نظرية هيجل في التاريخ وفي السياسة، ولكي نهيئ كذلك المجال لدراسة مشكلة التاريخ في كتابات ماركس الشاب. على هذا التساؤل يجيب هيجل انطلاقا من نظرية الرجال العظماء الذين يظهرون في لحظات الأزمات التاريخية الكبرى، بمعنى حينما تكون الإمكانات التاريخية منفتحة. هؤلاء البشر، ما يسميه هيجل ليزوم هيستوريك، هؤلاء البشر التاريخيون هم أفراد التاريخ العالمي والكوني، لأن لهم غايات ذات قيمة عامة. إذن هم بشر تاريخيون عند هيجل، هم أفراد التاريخ الكوني التي تكون غاياتهم تتجاوز ما هو خاص، تتجاوز ما هو ذاتي، تتجاوز ما هو جزئي، وهذا ما يسميه هيجل بالرجال العظماء. ولكن هؤلاء الرجال العظماء عند هيجل ليسوا فاعلين، هما ماشي دي زاكتور، ولكن دي زوكسيليير، هما مساعدين. معناهم الرجال العظماء لا يقومون بتحريك التاريخ عند هيجل. من يقول بأن هيجل له رؤية أساسها أن العظماء هم الذين يقومون بتحريك التاريخ، هذا خاطئ. الرجال العظماء عند هيجل هم أولا رجال لهم أهداف وغايات تتجاوز ما هو خاص، ما هو جزئي، ما هو ذاتي، ولكن ليسوا فاعلين مباشرين، هم فقط مساعدين، ديزوكسيديا. معنى ذلك أن هؤلاء الرجال العظماء لا يمكنهم أن يقفزوا على التاريخ بتعبير هيجل، وإنما يستوعبون تناقضات ثمانهم التاريخي التي لا يستوعبها الآخرون. إذن هذا هو تعريف هيجل للرجال العظماء. وهذا التناقض الذي يستوعبه هؤلاء الرجال العظماء يكون ما بين النظام القائم، الشروط الاجتماعية والقانونية والسياسية القائمة، وبين الروح الجديدة. إذن نموذج هيجل، لكي نلخص هنا كيف يتحقق الانتقال من نظام اجتماعي وسياسي وقانوني معين إلى نظام اجتماعي وسياسي وقانوني آخر، سوف نقوم بتلخيص الفكرة التالية.
أول خطوة هو أن الروح في ذاته في البداية يتموضع ويتحقق، يعني يتخارج سيكستيريوريز في ثقافة شعب، وهذه الثقافة تؤدي إلى شروط اجتماعية محددة. مثلا نعطيك مثال الحواضر الدول الإغريقية. الروح الإغريقية في ذاتها تقدم لنا أولا وتستلب في الشرط الاجتماعي والسياسي الذي هو الحاضرة الدولة الإغريقية. هذه الشروط الاجتماعية نفسها التي أنتجتها الروح السابقة، بمعنى كمثال الروح الإغريقية والتي استلبت فيها هذه الروح، تؤدي إلى ميلاد روح جديدة مختلفة عن الروح السابقة أو عن الروح القديمة وعن شروطها. بمعنى هنا يخلق أو يتحقق التناقض التالي: الشروط الاجتماعية والسياسية والقانونية القائمة والروح الداخلي الذي أنتجت، هذا من جهة أولى، ثم من جهة ثانية الروح القديم المحقق، أو بمعنى آخر الروح القديم المحقق والروح الجديد الغير محقق. بمعنى وهذا التناقض، هذا التناقض بين الروح الجديدة التي تظهر كنتيجة للشروط الاجتماعية التي سببتها أو التي سلبت فيها الروح السابقة، هو الذي يقوم بعملية أو الذي يقوم بالدور المحدد في الانقلاب الاجتماعي للنظام القائم. مثلا في القرن 18 كان التناقض بين من جهة الإقطاعية والابسوليتيزم، السلطة أو الدولة المطلقة، وفلسفات الأنوار. فلسفات الأنوار الروح الجديدة، فيوداليزم والابسوليتيزم هي الشروط الاجتماعية السابقة التي أنتجتها الروح السابقة. هذا التعارض يحركه بالنسبة إلى هيجل الوعي الذاتي بالحرية، وهكذا يحل هيجل انطلاقا من هذه النظرية حول محرك التاريخ وحول الصراع بين الروح الجديدة والشروط الاجتماعية السابقة التي أنتجتها الروح القديمة، يحل هيجل التناقض بين التاريخ الأصلي l'histoire originale، هذا التناقض الذي سبق لنا وأن طرحناه في المحاضرة الأولى، و l'histoire réfléchissante بين الماضي والحاضر، بقوله التالي: إن روح الحاضر ليست إلا روح الماضي وهي تصل إلى وعيها الذاتي. بمعنى بالنسبة إلى هيجل باش نحلو لكي نحل يعني المشكلة التي وقع فيها كل من التاريخ الأصلي والتاريخ المفكر، هو القول، هو الإقرار بأن روح الحاضر ليس إلا روح الماضي، ولكن في صيغة المفهوم، وهي تصل إلى مرحلة المفهوم أو تصل إلى وعيها الذاتي. إذن هنا نكون قد انتهينا من تقديم أو النقل إلى اللغة العربية المحاضرة التي قدمها ألتوسير في ليكول نورمال سوبيريور ما بين سنوات الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولكن هذه المحاضرة ستقوم كذلك بمساعدتنا لتهيئة أو تقديم مدخل لدراسة مشكلة التاريخ في كتابات ماركس الشاب.